شعوري كمواطن ليبي تائر بأول رمضان نعيشوه وإحنا بعاد على أجهزة القذافي ونظامها، شعور بالحرية والانعتاق، وتعتبر هي قبل حتى متحكم حتى في أمور الدين، وتدخل حتى في شهر رمضان. يعني برأيي هو يصيم ويفطر، يفطر فينا ويصيم فينا على هواه، وهيك نشعر أني حليم بوقت هذا أني حر. أما بالنسبة لشهر رمضان بكون عامل أساسي وحافز لانتصار الثوار، يعتبر أساسي، لأنهم هم بحول الله وقدرته صيامهم تطوعي، يصيموا كل اثنين وخميس من قبل، فشهر رمضان مش غريب عليهم، هو يعني هم جهاد لله ونصرة لدين الله، فهذا مش غريب على الثوار متاعنا، ويعتبر أكيد عامل أساسي وحافز قوي للانتصار. ناجمين شهر رمضان بإذن الله تعالى حيكون شهر خير وبركة بإذن الله، وإنه حيكون فيه عمل حسم، هذا لا شك، لأن حتى معارك المسلمين وأكبر المعارك في تاريخ الدولة الإسلامية كانت في رمضان، وكان الحزم فيها للمسلمين. بإذن الله تعالى حيكون شهر خير وبركة، والناس أكثر تآلف وأكثر تقاربا، والبشاشة وكيف ما تشوفوا قدامكم لا قوة إلا بالله، يعني الناس أكثر تكاتفهم، والحمد لله ومنتصرين بإذن الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، في هذا الشهر المبارك افتكينا من الطاغية والحكم والجبروت والكذب والنفاق والمشايخ الكاذبة، واللهم لك الحمد بالحرية والانتصار لله والفضل والحمد على ذلك. واللهم انصرنا عنه واجعلنا من مكسريه ومدمريه وطاغية على حكمه إن شاء الله. ونحن لم نستسلم، ونحن ندافع عن أرضنا وعن شرفنا، ونقول للقذافي حتى لو أصرفت ما أصرفت في القتل فلن نتراجع عن تحرير بلادنا، ونحن نشعر بالحرية الآن في أول أيام شهر رمضان المبارك، نشعر بأنفسنا أننا متحررون ومتوحدون، قبائل ليبيا كلها قبيلة واحدة، ليبيا الحرة، ولا قذافي لن تتمكن منا، والله أكبر، وعاشت ليبيا حرة، والله يوفقنا. ولما نقول للنصر يا لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين تساعد هنا بابا، نجيب في التوان نجيب لهم شربة وبراك، نجيب لهم كل شيء إن شاء الله يا رب ننصر التوان، ونسمع جابت نصراتها ما شاء الله عليها، يا رب ننصرهم.